النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. طبعا بعدما تأثرت المملكة خلال الأيام الماضية بمنخفض جوي جلب كميات ممتازة جدا من الأمطار لمناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة، من المتوقع أن وبدأ اليوم تأثر المملكة بمرتفع جوي، امتداد لمرتفع جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط. هذا الامتداد من المرتفع الجوي عمل على بدء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، كما بدأت الأجواء بالاستقرار بشكل عام في أغلب مناطق المملكة. هذه خرائط الضغط الجوي والتي تشير إلى هذا المرتفع الجوي، حتى أن نهار يوم غدا يتوقع أن يتقدم هذا المرتفع الجوي أكثر باتجاه المملكة، وبالتالي يتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وسط أجواء مستقرة بوجه عام. تصبح درجات الحرارة أقرب إلى معدلاتها، وأيضا تتحول الأجواء تصبح ربيعية لطيفة في أغلب مناطق المملكة. ولكن اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف يوم الاثنين، ليلة الاثنين على الثلاثاء ونهار يوم الثلاثاء، يتوقع أن يتقدم ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر بالاتجاه الشمالي. كما تلاحظون هذا المنخفض يتوقع أن يتعمق ويتحرك باتجاه المملكة، ويعمل على هبوب رياح شمالية جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة. هذا المنخفض الجوي أو امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر هو منخفض جوي حراري، أي أنه ليس كمثل المنخفض الجوي تتقدم من البحر الأبيض المتوسط وتكون باردة، إنما هو منخفض جوي موسمي ويعمل على ارتفاع في درجات الحرارة بالدرجة الأولى. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي إلى حدوث ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات فجر يوم الثلاثاء، تتمثل باحتماليات لهطولات بعض الأمطار الرعدية خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة. كما نتعمق هذا المنخفض الجوي سيعمل على هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وتثير الأتربة والرمال. دعونا نرى أن هذا المنخفض الجوي يوم الثلاثاء نهارا يتعمق ويصل إلى مناطق واسعة من المملكة، وبالتالي يبلغ ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي ويبدأ بالتراجع التدريجي اعتبارا من نهار يوم الأربعاء. هذه خرائط الهطولات المطرية كما تلاحظون صباح يوم الثلاثاء. إذا غدا الاثنين أجواء مستقرة في معظم الأوقات مع ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة، ولكن مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء وصباح يوم الثلاثاء يتوقع أن تهيئ الفرصة لهطول أمطار رعدية وسحب رعدية يتوقع أن تشكل على عموم مناطق البادية الجنوبية بما فيها مناطق خليج العقبة وأجزاء أخرى من مناطق جنوب المملكة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء وحتى ساعات نهار يوم الثلاثاء. ذلك الأمر يتوقع أن يستمر معنا حتى ساعات ما بعد ظهور يوم الثلاثاء، ثم تتراجع هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه حركة الرياح، كلما زاد احمرار الألوان يعني ذلك نشاط أكبر في سرعة الرياح، وهذه الألوان الزرقاء تعني أن الرياح خفيفة بشكل عام. هذه خرائط الرياح المتوقعة فجر يوم الثلاثاء، تكون الرياح في البداية شمالية شرقية، ولكن يبدأ تشكل وتحرك هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر مما يعمل على بدء هبوب رياح جنوبية شرقية على المملكة. كما سنلاحظ خلال ساعات أنها تصبح الرياح نشطة مع هبات قوية على المناطق الجنوبية على وجه التحديد، وتعمل على إثارة الأتربة والرمال، ويتوقع بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء أن تتشكل ما يسمى بموجات غبارية. هذه الموجات الغبارية يتوقع أن تتحرك بشكل أساسي نحو المناطق الجنوبية من المملكة، ولكن لاحقا مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء يتوقع أن تتحرك هذه جزء من هذه الموجات الغبارية باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وبالتالي تؤدي إلى
ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بشكل لافت، كما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويتحول الطقس ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى طقس مغبر بوجه عام. هذه الليلة نعود بكم إلى الأجواء هذه الليلة، طقس يبقى بارد هذه الليلة بالرغم من الاستقرار المتوقع على درجات الحرارة، تقريبا درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية مع أجواء صافية بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ولكن كما ذكرنا هي الأجواء باردة. نهار يوم غد يستمر تأثر المملكة بالمرتفع الجوي، وبالتالي يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وسط أجواء مستقرة عموما، مع ظهور لكميات من السحب المتوسطة والعالية وأغلبها من النوع غير الممطر. وكما ذكرنا يتزايد تأثر المملكة خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء بمنخفض البحر الأحمر، والذي سيعمل على بدء نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي مع ساعات فجر الثلاثاء وليس فجر هذه الليلة، فجر الثلاثاء تتهيأ الفرصة لهطول بعض الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية من المملكة. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد مع الأحوال الجوية، والتي نبدأها دائما من المناطق الشمالية من المملكة، ونبدأها من مدينة إربد 19 إلى 8 مع أجواء غالبا مشمسة، في عجلون من 19 إلى 7، في جرش من 19 إلى 8، وفي المفرق من 20 إلى 11 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى، فالعاصمة من 18 إلى 10 درجات مئوية، في السلط 20 إلى 10، مادبة 19 إلى 9، والبحر الميت أجواء دافئة وتصل إلى 27 درجة مئوية نهارا، تنخفض ليلا إلى 15، في حين تكون في الزرقاء من 20 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية المملكة أيضا تظهر بعض السحب والغيوم سيما مع ساعات العصر والمساء، تكون في الكرك 18 إلى 9، في الطفيل من 18 إلى 9، في جبال الشراء من 15 إلى 9 درجات، في معان من 20 إلى 12 درجة مئوية، في العقبة من 26 إلى 16 مع أجواء غالبا مشمسة، إلا أن العقبة تقع في ضمن نطاق أساسي من الأحوال الجوية غير المستقرة التي ستبدأ فجر يوم الثلاثاء. ختاما في المناطق الشرقية من المملكة، تصل في أروجد إلى 23 تنخفض إلى 12 درجة مئوية، في الصفاوي من 23 إلى 11 مع أجواء مشمسة، وفي الأزرق من 24 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء مشمسة بوجه عام. نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة. إذن كما تحدثنا غدا الاثنين 18 إلى 10 أجواء خلال ساعات النهار غالبا مشمسة، بعض الغيوم في ساعات الليل، وكما ذكرنا أن مع ساعات فجر الثلاثاء هناك أمطار رعدية تبدأ في المناطق الجنوبية للمملكة. يتحول الطقس في العاصمة عمان ليصبح مغبر مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية وأجواء دافئة ومغبرة بوجه عام، حتى أن درجات الحرارة في ساعات الليل تبدأ بالارتفاع وتبقى الأجواء مغبرة، وكذلك الأمر يستمر تأثير منخفض البحر الأحمر يوم الأربعاء على أجواء المملكة، وسط أجواء دافئة ومغبرة تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض ليلا إلى 13 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة، تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. ندعوكم إلى الانتباه يومي الثلاثاء والأربعاء من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، وبالتالي من حدوث أي مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي أو العيون. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.